سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. كشفت تقارير إعلامية عما سمته مشروع حل جدي لأزمة الخليج تكون الكويت بصدد عرضه على مختلف أطراف الأزمة والمعنيين بها والمساهمين في مساعيها من أجل الخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها المنطقة، طبعا منطقة الخليج، خاصة أن الأزمة دخلت شهرها الثالث الآن. المشروع مشاهدينا، وكما قالت هذه التقارير نقلا عن مصادر سياسية في الكويت، يقوم أساسا على خطة ترسم طريقا يقضي إلى تهدئة شاملة مشفوعة بضمانات من مختلف الأطراف تمهد لحل نهائي. ما هي أركان هذه المبادرة الكويتية مشاهدينا؟ وهل هي نفسها الأولى أم أن تفعيلها جار الآن مع دعم أمريكي، خاصة بعد زيارة الشخصيتين الأمريكيتين المهمتين هكذا وصفتا لعواصم خليجية وضمنهما الدوحة العاصمة القطرية؟ معنا مشاهدينا الكرام ثلة من ضيوفنا محللين وكتاب للحديث عن هذه الأزمة الخليجية التي طالت فعلا الآن دخلت شهرها الثالث دون ما أن تجد حلا شافيا ولا كافيا ولا وافيا. اليوم سنتحدث عن هذه المبادرة الكويتية. معنا بدءا الدكتور إدريس ربوح، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي. يا دكتور إدريس، هل هي المبادرة القديمة أم أن هذه المبادرة أدخلت عليها تغييرات؟ أقصد هنا المبادرة الكويتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن هذه المبادرة هي مبادرة أكثر جدية، وجاءت بعد مرحلة من فتح النبذ لمختلف الأطراف، وبعد أن أصبحت الأطراف المحاصرة تحس بأن مطالبها لا يمكن أن تتحقق، وكذلك الطرف المحاصر هو دولة قطر أنها تريد أن تتكيف مع الوضع وتقدم التنازلات المقبولة لديها، وبالتالي يمكن الوصول إلى مشتركات وبالتالي الحصول وإحداث اختراق في الأزمة وحالة الوضع الذي وصلت إليه الأزمة. أنا أعتقد ما جادت به المعلومات وما تسرب المعلومات أنها وردت عبارات هي مهمة جدا. أيوة. وهو أول نقطة يعني في الشكل الذي أرسل به أمير الكويت مبعوثيه إلى دول المنطقة، أنه أرسل أولا وفد رفيع المستوى وزير الخارجية ووزير الإعلام، وبالتالي نستشف منها أولا التهدئة الإعلامية، بمعنى لابد من الذهاب إلى تهدئة إعلامية وبالتالي للذهاب إلى حوار جاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعتقد أنه عندما قال بأنه بإمكان أن نصل إلى النتيجة وتفاهم شواغل المحاصرين يعني الدول الخليجية الثلاثة ومصر، وبالتالي هناك قبول مبدئي من قطر بتقديم تنازلات مهمة. أنا أعتقد أن قطر تفهم، ولكن مع ذلك دكتور إدريس هناك بعض المصادر دكتور إدريس وليست مؤكدة تقول، لكنها قد تستطيع أن تجد اختراق مقبول يحافظ على قرار قطر السيادي. لكن نعم دكتور إدريس خليك معنا. دكتور إدريس، الأزمة هو دكتور إدريس إماراتي قطري، وبالتالي الإماراتيون المتواجدون في أكثر من ساحة عربية لا يقبلون بدور قطري متزايد ومتعاظم، يريدون يعني تقريم أظافر قطر في كثير من المواقع. أعتقد بالرغم من ذلك ستطول الأزمة، والراعي الدولي ممثل الولايات المتحدة الأمريكية دكتور إدريس أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في لأنها في هذا الوضع تستفيد كثير وكثيرا من هذا الوضع، لأنها بهذا الوضع هي تمارس عملية ارتداد على الجميع وتستفيد من الجميع، والخاصة الأكبر هي دول المنطقة العربية وكل قضايانا الكبيرة وخاصة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إذا دكتور إدريس أرجاء أن أختصر حتى نعطي فرصة لباقي ضيوفنا الكرام. هنالك سؤال ربما يفرض نفسه الأيام الأخيرة، هناك مصادر قالت إن أمير الكويت كأنه يريد أن يقول لدول الخليج بالغ السيل الزوبة، إما أن تقبلوا بهذه المبادرة اللي صارت فيها تعديلات جديدة أو أنني سأغسل يدي من هذه المبادرة وأنتم حلوا هالمشكل. ولذلك أتت شخصيتان أمريكيتان للحديث عن هذه المبادرة الجديدة لتفعيلها بطرق ما. دكتور إدريس، وإنما تخف الأزمة، وفي نهاية المطاف ونلخص أن الذي يصبر أكثر ويمارس العض لنهاية المطاف سيبقى في هذه المعركة الإقليمية التي أثرت على مجموع المنطقة. طيب الآن سيدنا الكرام نرحب بانضمام الأستاذ صالح غريب الكاتب الصحفي من الدوحة. أستاذ صالح، دعنا في صورة هذه المبادرة الجديدة، هناك من مصادر تتحدث عنها مبادرة فيها مبادئ جديدة، فيها اجتهادات جديدة لأمير الكويت وبضمانات دولية على أساس أن هذه المبادرة ستؤتي أكلها أفضل من المبادرة الأولى، وهناك مصادر مثل ما كنت أتحدث تقول بأن أمير الكويت يريد
أن هذه المبادرة تجد طريقا سويا للوصول إلى حل سياسي شاف للأزمة؟ هو لا شك أنه المصالح الكويتية أو المواساطة الكويتية في هذه الأزمة بدأت منذ بدايتها ولا زالت يعني لا زلنا نحن في الخليج وفي قطر تحديدا ننتظر أن تحقق مرادها وهو إنهاء هذه الأزمة. أمير الكويت دعا إلى قمة خليجية طبعا يضاف لها مصر، ما أدري يعني دخول مصر في هذا الخط، لكن هي كونها أيضا تحاصر قطر وبالتالي يعني دُحيت إلى أن تكون ضمن هذه القمة، ستعقد في الكويت. لكن الإشكالية أنه الأشقاء في دول مجلس التعاون بالذات الدول التي تحاصر قطر يريدون أولا أن تطبق قطر الشروط 13 والست مبادئ وهي كانت لاغية، في نفس الوقت لا يريدون رفع الحصار عن قطر. يعني أنا كيف أتفاوض معك لإنهاء هذه الأزمة وأزمة المشكلة الرئيسية في هذه الأزمة هي الحصار الآن المفروض على قطر؟ يعني أنا لا أعرف كيف يفكرون هؤلاء الساسة في هذه الدول لحل هذه الأزمة. لكن يعني عقد قمة خليجية في القريب العاجل في دولة الكويت سوف يتم طرح كثير من هذه الأمور إن وافقت هذه الدول برفع الحصار بالدرجة الأولى، لأنه هذا حق شرعي لدولة قطر تطالب بهذا المطلب. ويعني ستعقد هذه الجلسة لمناقشة ما يتهم أو ما تتهم به دولة قطر في عمليات الإرهاب وما شابه ذلك. الإرهاب طيب ماذا عن المستند هنا يا أستاذ؟ ماذا عن المستند؟ هل هو اتفاق الرياض عام 2013 أم اللقاء الدولي الأخير الذي تم بين العرب وأمريكا بحضور ترامب في السعودية؟ هم الان الاشكاليه في هذه الازمه، يعني هم يخلقون الان ما بين انه قطر هي التي الغت اتفاق الرياض او هي التي تجاوزت فيه او هي التي يعني خالفت، في حين ان هم من خالفوا هذا الاتفاق. في نفس الوقت المؤتمر الدولي الذي عقد او القمه الامريكيه التي عقدت في الرياض هي التي أججت هذه المشكلة وهي التي ساهمت في خلق هذه المشكلة لدولة قطر ودول مجلس التعاون، على اعتبار أن هم أشاروا إلى الرئيس الأمريكي بأنه قطر هي التي ترعى الإرهاب وهي التي مصدر الشر في المنطقة، كأنهم هم يعني منزلين من السماء. لكن الآن اتضحت الرؤية، الآن اتضحت كل الملفات، انكشفت كل الوجوه والأقنعة التي كانوا يمارسونها في الخطأ أصبحت الآن موجودة يعني حتى تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب أستاذ صالح، أستاذ صالح ماذا عن المطالب 13 أستاذ صالح؟ هل الآن هذه المطالب ضربت في الصفر خلاص انتهى الأمر لأنه الأمريكان يرونها تعجيزية استفزازية لدولة ذات سيادة؟ صحيح، هو يعني وليس فقط الأمريكان من قالوا ذلك، يعني كل من قرأ هذه الشروط ال 13 أو المبادئ أو الاتهامات أو سميها، طبعا إلى الآن نحن الآن 67 يوم أو 68 يوم ولم تقدم هذه الدول مستند واحد يدين قطر، هذه بالدرجة الأولى. يعني إلى الآن أنا كقطري لا أعرف ما هي التهمة التي تساق لقطر. الإرهاب يعني الإرهاب هم من قاموا ب 11 سبتمبر، هم من قاموا في تنزانيا، هم ما يقومون الآن في ليبيا، هم ما يقومون بتأجيج الوطن العربي بشكل كامل وليس فقط رعاية الإخوان أو قناة الجزيرة أو وجود يعني بعض الأفراد من هذه الفرق. هي هذه الدول سنصالح، هذه الدول التي اصطلح عليها الآن اسم الدول المحاصرة لا تزال تصر وتلح على أنه لا بد من قطر أن تلتزم بمكافحة الإرهاب، هذا أولا، وثانيا أن توقف كافة أعمال التحريض والدعوة إلى الكراهية أو العنف، هذا هو مطالب الدول المحاصرة الآن تحديدا. حينك أنا كتبت تغريدة في صفحتي في تويتر على وفاة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا، رد علي رجل دين من السعودية وقال إنه هذا لا يجوز أن تترحم عليه لأنه هذا رافضي هو الشيعي تقريبا يعني يطلق عليه، وهذا أليس هذا تأجيج الكراهية لمذهب من المذاهب الموجودة؟ لعلك تابعت أيضا رويتر وما بثته من صور لمنطقة العوامية وكيف كانوا يحتفلون الجنود
في المساجد او في الحسينيات اللي في المنطقه، وكانهم يعني يؤججون الجانب الطائفي في هذه الازمه. يعني انا اعتقد هذه الدول، يعني لعلك تتابع ايضا اعلامهم، اعلام الدول المحاصره سواء كان المصري او السعودي او الاماراتي او البحريني، كيف يتم تأجيج سواء. ولذلك يعني ما اتابع، انا قاعد ارصدها الان اعلاميا، ما تقوم في هذه الدول هي الاشكاليه فيها، انه هي الان هي تستقوي بمثل هذه البرامج دون تقديم اثبات حقيقي لهذه المشكله. وبالتالي الناس فهمت او المجتمع الخليجي فهم الان هذه المشكله، بانه هم من يتسببون في التأجيج، هم اعلامهم من يقوم. انت اقرا اي صحيفه، افتح الان اي صحيفه خليجيه من هذه الدول وسوف تجد كم المقالات. استاذ صالح، طالما تحدثنا من الدوحه، استاذ صالح طالما تحدثنا من الدوحه، ماذا عن هذه الاشاعات المسربه في مواقع التواصل الاجتماعي من ان هنالك تشديدا وتضييقا على الحجاج القطريين؟ هل هذا صحيح؟ هو صحيح. يعني انت عندما لا تضمن سلامه الحجاج، لا تضمن، لا تكون هناك بعثه للحجاج، لا تكون هناك مساكن في منى وفي مزدلفه، يعني كيف يمكن ان يذهب؟ وايضا لا يحق للخطوط القطريه ان تنقل الحجاج القطريين من مطار الدوحه الى جده والى المدينه، فكيف يمكن ان يعني يحج الحاج القطري في 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 بهذه الاجواء الروحانيه التي تعودنا عليها؟ هو فعلا تضييق، هو وليس فقط تضييق، انما ايضا تاجيج المجتمع السعودي. يعني حتى يفهم معنا المشاهد استاذ صالح، حتى يفهم معنا المشاهد استاذ صالح، نعم للحجاج القطريين لكن ليس عبر الخطوط القطريه هكذا. طيب اوكي، ما عليه، احنا يعني خلاص احنا حنروح ان شاء الله بال 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 بالمكوك وبالمش عارف ايش، لكن انا اقصد ضمان امان الحجاج القطريين الموجودين في 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 المدينه او في مكه. كيف يمكن ان تضمن هذه يعني ضمان هذا سلامه الحاج وانت تعلم ما تقوم في المملكه تجاه الحجاج القطريين من 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 تجيش اعلامي تجاه الحاج القطري؟ الان يعني اليوم احنا تداول عندنا فيديو انه مواطن سعودي يذهب الى منطقه الحسا ويصور محلات ترفض استخدام الريال القطري. أيوة. إذا لم تسمح باستخدام الريال القطري في الحج، إذا لم يكن هناك مثل ما قلت مساكن وسلامة لهؤلاء الحجاج، كيف يمكن أن يحج الحاج القطري في هذه المشكلة في هذه الفترة؟ بارك الله فيك استاذ صالح، شكرا جزيلا لك استاذ صالح غريب الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدوحة العاصمة القطرية. وأعود لك دكتور إدريس، ما رأيك دكتور إدريس؟ حسب ما استمعنا للأستاذ صالح غريب كأن الأجواء ما تزال مشحونة بين هذه الدول. صحيح أن الأمير الكويتي يسعى جاهدا لإيجاد حل شاف وكاف لهذه الأزمة، لكن حسب هذه الشروط ما زالت مستعصية نوعا ما، فيه تخفيف نوعا ما عوض هذه المطالب 13، لكن يبقى أنه فيه عملية تشديد حول لابد من التزام قطر لمكافحة الإرهاب وما إلى ذلك. ما أعتقد هذه الأزمة ستطول. أيوة. ستطول لأن جوهر هذه الأزمة هو صراع قطري إماراتي، هكذا أنا أعتقد أن صور الأزمة توصيف الأزمة هو صراع قطري إماراتي على من يكون له الدور ولم تكن له الدور اليد العليا في منطقة الخليج وفي القضايا العربية وفي كثير من مناطق العالم التي تتدخل الخليجيون فيها للأسف. يعني الخليجيون اختاروا التدخل في أكثر من ملف في العالم العربي، والآن وصلوا إلى مستوى الصدام بينهم، وكانت ولأن قطر تغرد خارج السرب الخليجي وأردت أن تكون لها سياسة متميزة، وأنها انحازت للثورات العربية وانحازت لقوى التيار العريض في المنطقة العربية مثل الإخوان المسلمين، وبالتالي هي تدفع ضريبة هذا الخيار. هذا هو جوهر الصراع. كذلك قطر استطاعت أن تبني تحالفات مع الأتراك، يعني قطر منذ الساعات الأولى للأزمة استطاعت أن تحمي أي مغامرة وأي على ذكر الإخوان يا دكتور إدريس، على ذكر الإخوان هنالك تسريبات من مبادرة أمير الكويت أن على قطر معالجة ملف الإخوان المسلمين، هي تتصرف تطردهم تتعامل معهم بطريقة ما، المهم هذه الدول التي تحاصر قطر تريد من قطر معالجة هذا الملف الذي يزعج دول المحصار اللي هو ملف الإخوان المسلمين.
تحمل في الإخوان المسلمين. هو نعرف أن قطر لا يشيع تنظيم الإخوان المسلمين أصلا، يعني هي بلد لا يشيع تنظيم الإخوان المسلمين. ثاني شيء هي مستعدة، وحتى الإخوان اللي سميون متفهمون للوضع في قطر، وأعتقد أنهم سيتكيفون مع الوضع وليسوا مرتبطين بتواجدهم في قطر، هم متواجدون في كثير من الدول، وبالتالي يحتاجون ليس شرطا يتواجدون في قطر، وبالتالي هذا الشرط يمكن قطر أن تلبي رغبات أو ما شواغل تعتبرناها شواغل دول الخليج. لكن المشكلة ليس هنا، هم لا يريدون لقطر المتحالفة مع قوى التيار الإسلام السياسي وعلى رأس الإخوة المسلمين أن يكون لقطر دور كمثل في ليبيا، تكون لها دور في سوريا، في العراق، في اليمن، لأنه المغضوب عليهم هو إذا مسح المنطقة هو تجمع اليمن للإصلاح، الإخواني في اليمن مغضوب على الإخوان في ليبيا، مغضوب على هذا. المشكلة في الإماراتيين أنهم يريدون التدخل في المنطقة وإزاعة التواجد الإخوان، وهذا سر دعم المصريين لهم، ويعتبرون الإخوان هم المشكلة وليس قطر. التحالف القطري الإخواني جالب لقطر قوة، لأن هذا تنظيم عالمي ويمتد وله عدة تواجد في عدة كثير من الدول في العالم، وهو إضافة كبيرة لقطر. فهم يريدون أن يجردوا قطر من هذا التحالف، وبالتالي يجردونها من قوة ضاربة لها في السياسة الخارجية، بالإضافة إلى علاقتها المتميزة مع تركيا، والتي كما قلت أنا تفطنت قطر في البداية عندما استخدمت وفعلت الاتفاق العسكري، وبالتالي يعني قطعت الطريق أمام أي طيش خليجي في اجتياح قطر. وبالتالي قطر تشتغل بشكل جيد وبدبلوماسية تعتبر متوازنة، لكن الإماراتيون أعتقد لن يصبروا على قطر وسيواصلون الضغط عليه بشكل. طيب إخواننا دكتور إدريس، بعد أن استمعنا مشاهدينا الكرام لضيف من قطر، الآن أتى دور أحد ضيوفنا الكرام من المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ جامعة أم القرى. طيب دكتور عبد الحفيظ، هل لمست تليينا لهذه المواقف بين الإخوة الأشقاء لإيجاد حل للأزمة الخليجية، مع تواتر الحديث عن أن هنالك تفعيل للمبادرة التي يشرف عليها أمير الكويت؟ أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. الحقيقة الأزمة يعني لابد أن تنتهي، لكن أنا أود أن أقدم قراءة استراتيجية يعني ستكون أبعد من التعاطي مع الأزمة الحالية. أيوة. الأزمة الحقيقة هي مرتبطة بضبط مسار الأمن الإقليمي الجديد. هناك مسار أمن إقليمي جديد تاج المنطقة سواء في سوريا أو في ليبيا. المسار الجديد بعد قمة الرياض، هناك تكلم الأزمة للتحالف السعودي مصري، طبعا تحت رعاية أمريكية روسية. هذا التحالف أو الذي يضبط هذا المسار، هناك في المقابل تحكيم للدورين الإيراني والتركي. ولذلك الحقيقة كانت قطر هي أحد الأدوات التي استخدمت في الأزمة، أزمة الإقليمية مثلها، مثل داعش، مثل جبهة النصرة، مثل كثير من الجبهات. أعتقد أن الدور القطري انتهى مثل ما انتهى دور داعش. ولذلك يعني يجب أن تكون قراءتنا أشمل وأبعد من القراءة الجزئية. ولذلك أنا أعتقد الأزمة القطرية. كيف أستاذ عبد الحفيظ؟ يعني ما فهمت، كيف دور قطر انتهى؟ كيف؟ خلاص يعني الآن هناك تركيز في ليبيا على الجيش الليبي، أيضا في سوريا سيكون هناك جيش وطني بدلا من الميليشيات سواء الشيعية أو السنية، سيكون هناك جيش وطني يعني ستتجه سوريا وليبيا إلى تكوين جيشين على غرار الجيش المصري الذي انتصر في مصر. طبعا الأطراف الأخرى ترفض هذا المسار، لكن المسار الجديد هو يفرض نفسه، لأن المنطقة يجب أن تتجه نحو الاستقرار بدلا من الفوضى، لأن هناك حقيقة صراع ما بين يعني أطراف متعددة في المنطقة، ولابد أن المنطقة تدخل في مرحلة جديدة من الاستقرار مرتبطة بالتنمية الإقليمية والتنمية العالمية. ولذلك أنا أعتقد الأزمة القطرية هي سحابة ستنتهي تماما الآن المبعوثين الأمريكيين. طيب يا دكتور عبد الحفيظ،
ما رايك دكتور عبد الحفيظ في من يقول بان الاخوه في المملكه العربيه السعوديه يريدون حلا سلميا لهذه الازمه حتى لا تطول؟ الان دخلنا الشهر الثالث، في حين هنالك راي اخر يقول الاماراتيون هم الذين يصعدون بدلا من السعوديين الذين يحرصون على ايجاد حل فيه شيء من التوادد والاخوه مع الجيران القطريين. الحقيقه الموقف يعني كما تعرف انت وضيفك الدكتور ادريس ذكر جزء من الازمه، بان ليس الازمه ازمه امارات، او الازمه هي انه دور الاخوان المسلمين في المنطقه انتهى حقيقه، وبدا يتجه نحو يعني الدوله الوطنيه هي التي ستحل محل التيارات الميليشيات. هذا القرار الذي اتخذته هذه الدول بموافقة دولية، لأنه كانت طبعا أمريكا تستخدم قطر لدعم تيار الإخوان المسلمين، وحينما طبعا مصر أثبتت يعني استقرارها واستلامها للدور الإقليمي أو الأمني في داخل مصر، الآن بدأت في تحالف جديد مع المملكة العربية السعودية والإمارات لقيادة دور إقليمي جديد مقابل الدور الإيراني عبر ميليشيات والدور التركي عبر تيار الإخوان المسلمين. الحقيقة أن الدولة الوطنية هي الجميع سيكونون تحت الدولة الوطنية تواسية، وكل طرف سيأخذ حقه بدلا من هيمنة الطرف على طرف آخر. ماذا ترد على ما قيل بأن هنالك تضييق على الحجاج القطريين خصيصا يتساهلون معهم، وهذا واجب ديني وركن من أركان الخمس من خمسة، لكن يقولون بأنه على الحجاج القطريين أن يأتوا عبر خطوط أخرى وليس الخطوط القطرية طالما هنالك حصار أو شيء من هذا القبيل؟ ما ردك على هذا دكتور عبد الحفيظ؟ أنا في اعتقادي يعني الشعبين الحقيقة القطري والخليجي والعربي ككل يجب الشعوب واعلامها الا يتدخل، هذه ناحيه. ناحيه الناحيه الاخرى الحج هو الحقيقه حق كل مسلم صحيح في العالم، فما بالك بدوله شقيقه. وناحيه يعني ان الحجاج ياتون بطائره غير طائره قطريه، انا اعتقد هذا لا اشكال فيه، ولا اعتقد ان نعزم او نسيس فريضه الحج تسييس الحج. ايوه المملكه العربيه فتحت الباب للحجاج القطريين، انا في اعتقادي يعني بدلا من تعزيم ازمه الحجاج القطريين على حساب الازمه السياسيه، هذا اعتقد تدمير خاص. بارك الله فيك استاذ عبد الحفيظ، شكرا لك دكتور عبد الحفيظ محبوب الاستاذ في جامعه ام القرى، شكرا جزيلا لك. اعود لك دكتور ادريس، ماذا عن الدور الدولي الان خصيصا الدور الامريكي؟ قيل بأن الشخصيتين اللتين حلتا بدول خليجية بين قوسين دول محاصرة، ثم في ختام الجولة وصل الشخصيتان للدوحة، إذانا من أنه لابد من المبادرة الكويتية الجديدة المفعلة حديثا من أن تأخذ مجراها في الحديث مع الدول كلها لإيجاد حل. كيف نقيم هذا التدخل الأمريكي والعمل على الوصول إلى حل؟ تاريخيا التدخل الخارجي سواء كان البريطاني او وريث بريطانيا، وهنا الان وهذه الايام جاءت الام وابنتها، يعني بريطانيا وام وابنتها امريكا، يعني مبعوثي الخارجيه الامريكيه ومبعوثي مجلس الامن القومي البريطاني الذين زاروا اجل المنطقه، لكن لم نعرف في تاريخهم انهم كان لهم دور ايجابي في قضايا، بل ساهموا في تفتيت المنطقه، يعني بمعنى ان ترامب هو ترامب الذي ورث الامبراطوريه ودولته الولايات المتحده الامريكيه التي ورث الامبراطوريه البريطانيه تسلك نفس السلوك، وهو الابقاء على التناقضات المتواجده في المنطقه واحيائها، وذلك لمواصله عمليه الابتزاز، بمعنى لا يمكن ان يستفيدوا وان يواصلوا هيمنتهم على المنطقه الا بمواصله التناقضات بين المنطقه، وبالتالي دورهم لن يكون ايجابيا، ولا اعتقد ان يكون ايجابيا، لان من مصلحه البقاء الاوضاع بهذا الشكل، لانه بهذا الشكل يبتزون السعوديه والامارات من جهه والكويت وقطر من جهه ثانيه، وبالتالي لا اعتقد ان دورهم سيكون ايجابيا، ولا يمكن ان يساهموا باي حل في المنطقه، ولو كانوا وقد جربناهم
كثير من القضايا لو كان الامريكان والبريطانيين لهم اراده قويه لكان ساهموا في حل الازمه السوريه منذ بدايتها، منذ كانت الازمه يعني سهله الحل. لكن نفاق هو دكتور ادريس يقولون بان التدخل الامريكي هنا مغلف. مغلف بماذا؟ مغلف بنصائح وتوجيهات وإرشادات وتمنيات من هذه الدول من أن تعود إلى رشدها لحل حالة هذه الأزمة الخليجية. هم يقولون القطرية لكن مصطلح عام نقول الأزمة الخليجية. ويعرف أن هذه الدول خاصة السعودية الإمارات ومصر لا يمكن أن ترفض طلبا أمريكيا يطلب منها إيجاد حل، وبالتالي ربما هذه بوادر خير، بوادر تفاؤل للوصول إلى حل. أعتقد أن يأتي منهم الخير، لأنهم هي من مصلحتهم، مصلحة الأمريكان والبريطانيين، مصلحتهم وبقاء العوض التناقضات، إنهم يبتزون هذا وتلك، وبالتالي ليس الكلام الدبلوماسي لا يجدي، العواطف لا تجدي، العبرة بالحقائق، الجهد الحقيقي هو الجهد الكويتي، لأن الكويت متضررة، لأن شقيقاتها متخاصمات، الكويت تقوم بجهد حقيقي. ولكن ليس لوحدها. نعم الكويت وجميع الدول العربيه حتى الجزائر لما قام وزير الخارجيه الجزائر متضرره من هذا الوضع، لانه هذا يضرب في المنظومه العربيه والجزائر متضرره. نعم. وجميع الدول العربيه الصف العربي وجميع الدول الاسلاميه. يعني انا اتابع الحوار بين الاخ القطري والاخ السعودي عندما اسمع موضوع الحج. سبحان الله حتى في عهد الجاهليه كانت الاشهر الحرم. يعني العرب كانوا لديهم اخلاق ويحترمون الاشهر الحرم ويحترمون الحج إلى مكة. ولكن اللي تحسب له هو دكتور عبد الحفيظ محبوب اللي هو من السعودية قال لا لتسييس الحج، يعني هو مش معنا الآن لكن اعترف قال يا جماعة لا لتسييس الحج، الحجاج لهم الحق الكامل في أداء فريضتهم. نعم أنا أقول بمعنى وقالها من قبل ذلك أظن أمير قطر أو غيره، قال لابد من إبعاد الأزمة السياسية عن الشعب عن الشعبية. صح. بمعنى الحج الآن مثلا هذه فرصة والتصميم المفروض أن يصبح وضع خاص، ودول الحساب تقول نسمح بطائرة وطائرة، لأن عدد الحجاج القطريين بسيط يعني ليس عدد كبير. عدد كبير تسمح بطائرة أو اثنين أو ثلاثة تنزل في جدة للحجاج، وهذه من حسن النية وبادر خير لتبين هذه الدول بأنها فعلا تريد الحل، لأنه إذا ورطنا وإذا أقحمنا موضوع الحج في هذا الصراع السياسي يفتح المجال عن تنظيم الحج بعداته. فبقية المسلمين يقول لماذا تحرمون الحجاج القطريين من حقهم في الحج، ومن حق قطر أن تطالب بضمانات عن أمن حجاجها، لأن هناك توتير للأمر وهناك تهيج الشارع الخليجي إذا بعضها إلى البعض، ربما تكون هناك انحرافات في موسم الحج ويوسم الحج. وبالتالي نريد من المملكة العربية السعودية ولا رأسها العاهل السعودي أن يقوم بإجراءات طمأنة خاصة في هذا الموضوع الذي يمكن تصنيفه أنه موضوع إنساني ولا نقول حتى موضوع إسلامي. طيب. هذا جزء من الأمة العربية. نعم وهو كذلك دكتور ادريس، ابقى معنا سنعود اليك بعد لحظات. الان انضم الى النقاش الكاتب الصحفي احمد الشرقاوي من الدوحه. بعد ان نرحب بك استاذ احمد الشرقاوي، هنالك بوادر خير لنجاح هذه المبادره من جديد، مبادره الامير الكويت، لكن في الوقت نفسه وانا كنت اتابع صباح اليوم عبر قناه الجزيره ما كان يقوله المري وهو رئيس المنظمة القطرية أو المجموعة القطرية لحقوق الإنسان، اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، ذكر انتهاكات جسيمة للعائلات، للمسافرين، للحجاج، تكلم عن الطلبة القطريين الذين يعانون في الإمارات وفي السعودية، اعتداءات على بعض المتاجر موجودة في المملكة العربية السعودية. الضيف معنا كان من قطر يتكلم أيضا عن عدم استعمال الريال القطري، رفض السعوديين استعمال الريال القطري في الصرف. هذا كله ربما يؤجج نوعا ما ويصعد من الأزمة بدلا من إيجاد حلول لها مثل ما تريد المبادرة الكويتية. بداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي السادة مشاهدي القناة المغربية. عايزين يعني نتفق في البداية على أنه الموقف السياسي في قمة الهرم السياسي في دول الحصار التي تحاصر قطر الأربعة هو الذي يحكم تصرفات بقية الأجهزة التابعة. حتى الآن رغم استفسارنا، أولا دولة قطر رحبت بالوساطة الكويتية وتعاونت مع الوساطة الكويتية، وهي تدرك قيمة وقامة أمير الكويت وهو عميد الدبلوماسية العربية والذي كان وزيرا للخارجية قبل أن يصبح أمير لدولة الكويت لفترة طويلة،
وكان من أقدم وزراء الخارجية العرب، وله خبرة في الشؤون العربية، وهو أحد مؤسسي مجلس التعاون الخليجي. لذلك دولة قطر يعني راهنت كثيرا، بل تمسكت كثيرا ولا تزال بالوساطة الكويتية، رغم أن في مرحلة من المراحل يعني كان يراد لهذه الوساطة أن يتم استبعادها. وبيان وزراء الخارجية خارجية دول حصار الأربع في القاهرة عندما عمد إلى شكر الوسيط الكويتي، فهم هنا أنه يعني قال للوسيط الكويتي شكر الله مسعاكم، هكذا يعني أنتم تدخلتم والأمور انتهت منها. لكن الموقف الدولي وإدارة الدوحة بقوتها الناعمة وعلاقتها الممتدة حول العالم والهدوء والحكمة التي استثمرت بها تعاملاتها مع هذه الأزمة، استطاعت أن تغير الموقف الدولي وتغيره لمصلحة دولة قطر، لأنه كان هناك يعني نية واضحة ومبيتة للتدخل عسكريا ولقلب نظام الحكم في دولة قطر. كانت مسألة يعني بالغة الوضوح. العلاقات اللي بتربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر علاقات لم تكن على ما يرام منذ يعني فترات طويلة، وكان هناك تدخل لأكثر من مرة لتغيير النظام في قطر، لكن في كل المرات يعني أثبت القطريون أنهم يعني شعب، أولا شعب متعلم، لديهم نسبة تعليم عالية جدا، وبالتالي ليس من السهل، هم قطر ليست مصر على الإطلاق، فلا يمكن لدولة الإمارات أن تفعل في قطر ما فعلته في الإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في مصر، لأسباب كثيرة، لكن في تقديري أن أهمها، أهم هذه الأسباب، أن هناك التحام واضح ما بين الشعب القطري والشعب القطري هنا، أنا أقصد به المواطنين القطريون زائد المقيمين، إضافة إلى المقيمين في دولة قطر. وأنا يعني لا أذيع سرا أنه عندما بات التهديد العسكري وشيكا تقدم المئات بل الآلاف من المقيمين بالدفاع عن دولة قطر في حال حدوث عدوان ضد أي يعني، وهذا كان منطقه واضح جدا أنه هذا يعني دافع شرعي، لأن هناك طائل وهناك عدوان على دولة آمنة مستقرة بلا سبب واضح، حتى الآن لم يحددوا حتى هذه اللحظة، ومع هذا التراجع الكبير في مواقف هذه الدول لم يقولوا ولم يثبتوا. طيب كيف تدعم قطر الإرهاب؟ كيف نقيم الدور المصري الآن، الموقف المصري؟ هل هنالك تراجع؟ هل هنالك ترتيبات مع هذه الدول؟ هل هنالك دراسة لهذه المبادرة المفعلة حديثا للأمير الكويتي، أم أنه الدور المصري يعني يدور في دائما حضن الإمارات والسعودية؟ بالتأكيد هو مصر عبد الفتاح السيسي أو مصر المنقلبة عسكريا تدور في فلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باعتبارهما الداعمين الرئيسيين للانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية التي كانت موجودة في مصر. وبالتالي أنا لا أستطيع أن أقول أن مصر لديها مواقف ذات استقلالية خصوصا في هذه الأزمة. مصر لم تكن أبدا عضوا في دول مجلس التعاون الخليجي، هذه مصر حمت نفسها في هذا الموضوع نكاية في دولة قطر وموقفها من الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وعلى الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. لكن مصر كانت جزءا من مشكلة حصار قطر، وتقديري أنها لا يمكن أبدا أن تكون جزءا من الحل، لكن الضغوط اللي مورست على، بخصوص الضغوط الدولية التي مورست على دولة الإمارات وعلى المملكة العربية السعودية وأدت إلى التراجع، جعلت من مصر أيضا تتراجع هي الأخرى وفقا للدولتين اللتين تدور القاهرة في فلكهما. وللأسف الشديد عندما نتحدث عن أكبر دولة عربية تدور في فلك أحدث دولة عربية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لم تكن أبدا دولة قبل حرب أكتوبر 73، لكنها أصبحت دولة، وهذا ما جرى حتى إلى التنسيق مع الإمارات بخصوص الأزمة الليبية أيضا، حتى ولو أنه مش موضوعنا الملف الليبي، لكن فقط كمحور في النقاش أنه الآن مصر تنسق مع الإمارات خصوصا، وكذلك اللواء حفتر في ليبيا. هناك أيام
الاجنده اذا جاز يعني هذا التعبير، اجنده ما يعرف بتحالف المعتدلين او تحالف او اصحاب طبقه القرن اللي هيعملوا التسويه الخاصه بالقضيه الفلسطينيه، هم انفسهم نفس هذه الدول هي التي اطاحت بالرئيس المصري محمد مرسي، هم نفسهم الذين يسعون الى تصفيه القضيه الفلسطينيه، هم نفسهم الذين حاصروا دوله قطر، هم نفسهم الذين يريدون وحد الثوره الليبيه. هذه الدول انظمتها معاديه لاراده الشعوب، لا ترى شعبا في المنطقه يريد ان يعبر عن حريته وارادته الا وتحاول قمعه وتنصيب نظم مواليه لها او نظم وصفها يوسف العتيبه سفير الامارات العربيه المتحده في واشنطن بانهم يريدون ان يروا شرق اوسط لديه نظم وحكومات علمانيه. ويا له من تصريح مهين للشعوب، اذا كانت انظمه تريد ان تنصب نظم حكم ذات توجه معين فاذا هي لا تعترف بالشعوب وهي تحارب اراده الشعوب، وهذا ما قاله صراحه السفير يوسف العتيبه من واشنطن. وعلى تقديري انه هذا تصريح بالغ الاهانه وبالغ الاستهانه بكل شعوب المنطقه العربيه بما فيها شعوب هذه الدول، شعب العراق وشعب المملكه العربيه السعوديه وشعب البحرين وشعب الاردن وبالتاكيد الشعب المصري وبقيه الشعوب العربيه الاخرى. وهو كذلك. شكرا جزيلا لك استاذ احمد الشرقاوي الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدوحه، شكرا جزيلا لك. عودك دكتور ادريس، اريد ان اعرف بالضبط تحليلك حول الموقف المصري، كيف ترى الموقف المصري؟ هل انه ما زال يدور في فلك الامارات خصيصا، ام انه فيه نوع من الميلان نحو الامور الداخليه؟ لان هنالك ضغط الان على الحكومه المصريه على السيسي تحديدا من انه ابتعد كثيرا ليغطي عن فشله في السياسه الداخليه. انا اعتقد مصر ونظامها في وضع سيء وسيء للغايه، انهم لا يملكون لا النجاح الاقتصادي الذي يسكتون به الشعب المصري ويكتسبون به شرعيه تعوض انقلابهم وان اكتسابهم للسلطه، وبالتالي هم في وضع سيء، وبالتالي هم دائما في هذا الوضع محتاجون للمال الاماراتي وللدعم الاماراتي، لكن الامارات في نفس الوقت تريد من المصريين ان يكون ادائهم جيدا، جيدا بمعنى ان يكون هذه الاموال التي تضخ لمصر تكون اموال تحقق استقرار اقتصادي وبالتالي ديمومه للنظام. اعتقد ان مصر ونظامها فشل في هذه المهمه ولم يستطيعوا بهذا المال ان يحققوا استقرار اقتصادي نسبي يحق لهم. ولكن دكتور ادريس الدعوه الى العلمنه هذه تصب في صالح مصر، لما قال المسؤول الاماراتي انه نحن مع علمنه منطقه الخليج لا للاسلم للمنطقه مثل ما يدعو، هكذا قال هو الجماعه التي تدعو جماعه الاخوان المسلمين، فهذا يصب في مصلحه السيسي الذي شن حربا ضروسا ضد الاخوان المسلمين ويطالب الان باخراجه من قطر، ولو انه مثل ما قلت انت في الاول لا وجود لقياده الاخوان في قطر. هي موضوع العلمانيه، هم اصلا العلمانيه ليست، هم اصلا يعيشون في انظمه علمانيه يعني حتى ولم تعلن، هم يمارسون العلمانيه اينما كان الدين واين تدخل الدين في الحياه السياسيه سواء في مصر ولا في الامارات ولا حتى في السعوديه، هناك فصل تام بين الدين وبين الدين والدوله، وليس هناك سلطه لرجال الدين ولا للدين على الدوله الا في الامور المتعلقه بالاحوال الشخصيه وامور محدوده فقط، بمعنى هذا الموضوع العلمانيه والاسلام ليس له اي مدلول. الصراع هو الصراع السياسي، من يسيطر على المنطقه، من ليكن له الكلمه الطوله في المنطقه، كما اسلفنا قلنا قطر وبتحالفها مع الاسلاميين، الاسلاميين هي في وضع جيد وبالتالي وضع جيد يعني في الصراع، ومقابل الامارات التي تريد ان تكون انا ضد الاسلاميين، انا ضد التوجه الاسلاميين، وهذا المقصود به العلمنه يعني محاربه الاسلام السياسي في كل مكان، هذا المقصود الاسلام بالعلمنه وليس المقصود به بالمعنى الفكري والسياسي وانما هو ابعاد الاسلاميين عن القرار السياسي، لكن حتى الامريكان يعني اعود الامريكان وترامب تحديدا عندما وضعوا له يعني ملف الاخوان المسلمين وتصنيفه كمنظمه ارهابيه مستشاري، قالوا له انت الان امام ملف جماعه او تيار سياسي يحكم في 40 دوله في العالم، يعني متواجد
يعني متواجد باشكال مختلفه في الحكم، يعني متواجد هم اعتبروا جميع الاسلاميين متواجدون في الحكم في المغرب، متواجدون في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في تركيا يعتبرون حتى العداله والتنميه يعتبرون حزب اسلامي وكثير من الدول الاسلاميه، وبالتالي انت امام 40 دوله يتواجد فيها هؤلاء الاسلاميون، الاسلاميون لا يمكن ان لهذا وقع التراجع ولم لا يتورط لحد الان في الذهاب بعيدا في هذا الموضوع. وهذا ما لم تقبله الحكومه البريطانيه هنا ايضا عندما رفعت الامارات من عقيرتها من انه الاخوان منظمه ارهابيه ويجب ان يطرد هؤلاء من بريطانيا ووصفهم بشتى الاوصاف، فالحكومه البريطانيه تراجعت في تقرير لها من ان هؤلاء مسالمون ولا علاقه لهم بالارهاب اطلاقا. هذا من جانب مسالمون، ومن جانب اخرى هم هؤلاء الاوروبيون الامريكان والغربي بصفه عامه وبراغماتي يعرف مصالحه جيدا، يعرف ان هؤلاء موجودين على الارض بشكل فعال، يعني لا يمكن حتى اذا اخذنا الساحه الليبيه الاسلاميين متواجدون بقوه ومتواجدون داعمون الاتفاق السياسي ومتواجدون يدعمون لحكومه السراج ومتواجدون بقوه في جميع المستوى، لا يمكن الغائهم. الاسلاميون في تونس متحالفون مع النظام السابق لي اعتقد انه نظام بن علي، وبالتالي انه تكيف مع الواقع السياسي وهم يحكمون مع السبسي. كذلك حتى الرئيس الجزائري في فتره من الفترات عندما جاء، يعني هذه الروايه ثابته انه لما جاء زار الجزائر وحسني مبارك فكانت مأدبه عشاء او مأدبه غداء لا اذكر، فعندما يقدم الرئيس بوتفليقه ضيوفه للرئيس حسني مبارك فكان الدور على الشيخ محفوظ الحناه رحمه الله، فقال له هذا زعيم الاخوان المسلمين في الجزائر. يعني الرساله التي اراد منها بوتفليقه هؤلاء الاخوان الذين تحاربون في مصر هم خلفاؤنا في الجزائر، هم يشتغلون معنا. والبعض عندما اتى الجزائر وقال لهم الاخوان المسلمين الارهاب قالوا كيف تقولون بانهم ارهابيين وهم الذين قاوموا معنا الارهاب، هم الذين قاوموا الارهاب. اذا الاسلام السياسي قوي ومتجذر في كثير من البلاد العربيه، قطر ادركت هذا الامر حتى ان الامير الوالد يعتبر ويصنف انه اخواني، بمعنى في نهايه المطاف هي قطر عرفت كيف تنسج علاقتها السياسيه وخاصه مع الشريك التركي القوي، وبالتالي هي في وضع جيد. هذا الذي يزعج العرب وعلى راسهم الامارات. الانجاز الوحيد الذي يمكن نتحدثه للامارات الانجاز السياسي وهي انها استطاعت ان تجذب لها ولي العهد السعودي وان يكون الطريق سريعا بين الرياض وابو ظبي وتكون الخطوط ساخنه بينها وبين ابو ظبي، وبالتالي السعوديه الان تدفع طيب. تدفع ضريبه خراطها في هذا الموضوع، وهنا ندعوها الى التعقل لان هي البلد الاكبر وهي البلد الاهم وهي الدوله الاقليميه وهي التي تضم الاماكن المقدسه وستدفع ضريبه ان لم تراجع سياستها وبشكل متوازن مع كل اشقائها الخليجيين. نختم دكتور ادريس نختم الان بالمحور الايراني. انت تعرف ان الدول المحاصره لقطر ما تزال تشد على ذلك الوتر، تعزف على وتر العلاقة الإيرانية القطرية من أن قطر تبارك الجهود الإيرانية، لها علاقة اقتصادية، تنامت هذه العلاقة هذه الأشهر الأخيرة. أنت تعرف أنه حتى ميزان التجارة بين إيران وقطر ازداد بالمليارات بعد أن كان فقط بالملايين. تهنئة القطريين عبر وفد عندما تم التجديد للرئيس الجمهورية هذه الولاية الثانية، لكن الدول المحاصرة ترى أن هذه العلاقة يجب أن تتحدد، يجب أن تعود إلى أبجديات مجلس التعاون الخليجي. ماذا يمكن أن نقول حول المحور الإيراني دون ما أن ننسى المبادرة الكويتية دوما؟ إذا كان من دولة تحاسب على العلاقة الجيدة مع إيران فهي دولة الإمارات العربية المتحدة. أيوة. هي الدولة التي لها علاقات جيدة مع إيران. الإيرانيون متواجدون في دبي بشكل كبير وقوي جدا، والذي يزور دبي ويلاحظ ذلك بشكل جلي، الذي يدقق في الحسابات والميزان التجاري والعلاقات بين دول الإمارات العربية وإيران يجدوا مع الإماراتيين، بل أن الإماراتيون يعتبرون أن عرب الأهواز أي في الضفة الأخرى العرب هم إماراتيون، هم عرب مثلهم، يعني في علاقة قرابة، وبالتالي الإيرانيون العرب المتواجدون في إيران، وبالتالي إيران هي لها علاقة وثيقة. إذا طلبت شقيقتها قطر بهذا الدور فهي أولى بالالتزام بهذا الدور. قطر متأخرة في العلاقة مع الإيرانيين، العكس تماما. أضف إلى ذلك أن دول الخليج عند تقول ما لا تفعل في كثير من الأمور. هذه يعني أن نقول هؤلاء الشيعة وهؤلاء الروافض وكل الخطاب الديني
الذي يوظف لك الصراع السياسي، لكن في نهايه المطاف يستقبلون رموز الشعب العراق، يتعاونون مع حكام العراق في كثير من الملفات. بمعنى اذا انت اردت ان تفرض على قطر لابد ان تكون سياسه عامه لدول الخليج ويكونوا كتله واحده في الموضوع الايراني، لكن ان تدعم انت مع الايراني وترفض لي ان تكون لي علاقات فهذا مرفوض. اذا قطر من هذه السبب تقول انا هي مستعده ان تراجع علاقاتها مع الايرانيين، لكن شريط ان تكون معالجه خليجيه جماعيه، وهذا يعتبر معقول في السياسه، لكن ان تفرض علي ان اخفض مستوى علاقاتي مع الايرانيين وانت تواصل علاقات معهم هذا اضعاف لدوري، لان كل دوله تريد ان تقوي نفسها بمجموعه من العلاقات. والايرانيون كانوا في اول فرصه عرضوا مواليهم للقطريين، بمعنى العرب بهذه الطريقه يدفعون قطر ان يخسرونها وتقترب من الحزن الايراني كما اقتربت من الحزن التركي، وبالتالي يخسرون يعني لاعب اساسي من يعني على ما يبدو دكتور ادريس الامور على ما يبدو، وهذا السيناريو المرتقب الذي يراه كثير من السياسيين وربما أنت واحد منهم، بعد عيد الأضحى المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود بالخير والبركة على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بعد عيد الأضحى ممكن تنفرج الأمور، ممكن في عقد قمة خليجية هنالك بحضور قطر وهنالك تطرح هذه المبادرة من جديد بمبادئ جديدة بمطالب جديدة لقطر ومطالب قطر لدول المحاصرة، هل ترى هذا البادرة أيضا؟ قبل الوصول لذلك لابد من إجراءات تهدئة. أيوة. إجراءات تهدئة أول لابد من توقف التراشق الإعلامي والحرب الإعلامية المتبادلة التي أخرج فيها الأشقاء العرب أسرار تتمناها الدوائر ومراكز المخابرات العالمية يعني مجانا. هذا الأمر الأول، لابد من توقف المهاترات والصراع الإعلامي. النقطة الثانية، لابد أن تكون جرأة للعاهل السعودي وأن يقوم بلفتة أخلاق الإسلامية فقط هي الإنسانية، لأن هذا حق إنساني للحجاج القطريين ويتم التكفل بهم في ظروف ويؤدون فريضة الحج في ظروف جيدة كما تعودها طيله السنين الفارطة. بهذه الخطوتين سندخل إلى عيد أضحى مبارك يتسم بالتقارب أكثر وأكثر. إذا لم تستطع أن تقوم بخطوات مثل هذه الخطوات التي تعتبر بسيطة، فكيف يمكن الاتفاق على الملفات الكبرى؟ لكن أعتقد في النهاية أن كما قلت من قبل أن الأزمة ستطول، لأن كل طرف يملك أدوات وعناصر قوة، ومن يصبر أكثر يحقق نتائج أكثر، وبالتالي من الصعب حسم الامور في القريب العاجل، وستطول الازمه، لكن الحل الوحيده التي يمكن الحديث عنها وهو ان الجميع يراجع حساباته ويؤمن بان لا غالب ولا مغلوب، هناك تقارب للقوه. لابد ان تعتقد الامارات انها تملك عناصر قوه، وتعتقد قطر انها تملك عناصر قوه، ولا بد من التنازع لنا بعض النقاط ويمكن الالتقاء. تمام. مع ذلك فالازمه ستطول. تمام يا دكتور ادريس، ومع ذلك لابد من التفاؤل لايجاد حل لهذه الازمه الخليجيه التي تضر اكثر مما تنفع. شكرا جزيلا لك يا دكتور ادريس ربوح الباحث الاكاديمي والمحلل السياسي، دون ما انسى ايضا باقي ضيوفنا الكرام الذين شاركونا في اثراء النقاش حول الازمه الخليجيه وبوادر الصلح التي يحمل لواءها الامير الكويتي الاساتذه احمد الشرقاوي الكاتب الصحفي والدكتور عبد الحفيظ محبوب والاستاذ صالح غريب الكاتب الصحفي ايضا كان معنا من الدوحه. شكرا جزيلا لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.